وقد يكون هناك باب آخر لأحد مصاديق العيد ولو بالمعنى الأعم كعيد الغدير وما شابه ذلك، إلا أن عيد الغدير يختلف في بعض الجوانب كعدم حرمة صومه، وإنه لم يأتي بعد عبادة معينة أو فرع من فروع الدين، حيث أن فكرة الغدير، فكرة عيد الغدير تكون أوسع من ناحية وأضيق من ناحية أخرى، والتي أشرنا إليها قبل قليل من عدم ترتب الحرمة وعدم حرمة الصوم. أما أنه يكون أعمق أو أوسع من ناحية أنه جاء بعد أصل من أصول الدين ولو كأطروحة، حيث أن في هذا اليوم تمت نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإتمام النبوة جزء منها، ونحن نعلم أن أصول الدين خمسة: العدل والتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. إذن فالنبوة أحد أصول الدين. وطبعا بعدما قلنا على سبيل الأطروحة، إذن يحتمل هناك أطروحة أخرى، وأذكر هنا واحدة منها، ألا وهي أن يوم الغدير ليس عيدا لتمام النبوة فقط، بل هو لجعل الإمامة، وهي أصل من أصول الدين أيضا، وإنك فرحت بها وطبقتها، فلذلك يكون ذلك عيدا لك، حاله حال عيد الفطر حينما تممت صومك، يكون ذلك اليوم عيدا وفرحا، لأنك أطعت الله وطبقت أوامره، فله الحمد والشكر في الآخرة والأولى. وفي مقامنا أيضا أنك فرح لأجل جعل الإمامة أصلا، ولأنك اتبعت وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتباعك الوصي اتبعت النبي، فإن الوكيل اتباع للنبي، فإن الوكيل كالأصيل لو صح التعبير، حيث أنك اتبعت الوصي لأن الرسول أوصى به، وهو بدوره مأمور بذلك من الله، حيث قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن إن كنت لا تعلم هذه فاعلم من الآن، فإن المعصومين عبارة عن سلسلة من الأوامر، فأخيرهم يوصلك إلى أولهم: رضيت أم لم ترضى؟ فهم خلقوا من نور واحد، فهم أهل بيت النبوة ومهبط الوحي، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن يكون ملخص الكلام أن فكرة العيد هي كفكرة العيد المطلق، إلا أنها أوسع وأعمق وأدق، حيث أن عيد الفطر والأضحى يأتيان بعد فروع الدين، فالفطر بعد الصوم، والصوم فرع من فروع الدين، والأضحى بعد الحج، والحج فرع من فروع الدين. أما عيد الغدير فبعد إتمام النبوة، والنبوة أصل من أصول الدين، أو جعل الإمامة، والإمامة أصل من أصول الدين، وفرضها أو لاتباعك الإمام أو الوصي، وهذا أيضا لا أكبر منه شيء.